لا تنسى الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس لكي يصلك كل جديد. نشر نجم المهرجانات الشعبي حمو بيكا صورة جديدة وجه فيها التحية لجمهوره ورسالة حادة بشكل غير مباشر، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام. وعلق حمو على الصورة قائلا: صباح العسل لكل اخواتي والناس الصفرة، لا والكلام محدوف ليك يا خروف، انتظروا اغنية انا بيك بص. وحمو بيكا هاجم مطرب المهرجانات حسن شاكوش بسبب عدم ذكر اسمه اثناء تحدثه عن المهرجانات الاكثر بحثا لعام 2020، ناسبا النجاح له فقط دون ذكر اسماء المشاركين معه في العمل مثل حمو بيكا وعمر كمال. وقال بيكا في بث مباشر على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام بدون ذكر اسماء غير الناس الجدعة: في سنة 2020 تم البحث على جوجل لاكثر اغاني متداولة، منها عود البطل عمر كمال وبنت الجيران عمر كمال وشمس المجرة عمر كمال وحمو بيكا وانا بيكا لوف ماي فانز حمو بيكا. واضاف: لما تيجي تطلع تتكلم عن الناس واحنا واكلين عيش وملح مع بعض، ومن قبل اي حاجة احنا اخوات، بس لما تيجي تقول النجاح لازم تحدد النجاح مين اللي عمله معاك، انت ظاهر للشعب المصري انك اناني وبتحب النجومية لنفسك وبس، خليك محترم وكويس. وقال بيكا: اخونا عمر كمال لما سمع عن النجاح كتب احنا نجحنا، ما حددش مين، فانت اساسا حياتك كلها غلط، عاوز تحقق نجاحاتك لوحدك، وريني نجاح لوحدك هتعرف تطلع بيه ازاي، لما بشتغل بيبقى نجاحي ليا ومع فرقتي مش لوحدي. وانهى حمو بيكا الفيديو قائلا: هي دي المعلومة اللي كنت عاوز اقولها للناس، بعد كده اي حد هيقول اي كلمة مش على مزاجي انا مش هسكت. فيما طرح المطرب عمر كمال اغنيته الجديدة في قلبي مكان عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. أغنية عمر كمال الجديدة لا تنتمي إلى نوعية أغاني المهرجانات التي اشتهر بها في الفترة الأخيرة. الأغنية من كلمات محمود عليان وألحان خالد غريب وتوزيع حسام سعيد وإخراج أحمد رأفت. واحتفل عمر كمال مؤخرا بأغنيته الجديدة انتي معلمة بعد احتلالها الترند رقم 2 على اليوتيوب، غناء كل من عمر كمال وحمو بيكا وتوزيع إسلام ساسو. لا تنسى الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس لكي يصلك كل جديد.